الوطن، والف مبروك على الالبوم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وعايزين بقى نتكلم في الاول، انت من البوم العاول لحد دلوقتي اسمه 4 سنين. اه بالظبط، هم 4 سنين مقفولين. دي بقى الفتره الطويله دي. والله الفترة الطويلة دي احنا الالبوم نزل في البوم العاو صدر في 2010 شهر 3/2/2010. عقبال ما يعني الالبوم اتروج له وحصل الحملات الدعائية ليه وحصل ان هو وصل للناس، قعدنا فترة طويلة. يعني قعدنا طول 2011 اللي هو بنسميه البيز بتاع الالبوم، عقبال ما بتوصل للناس بشكل او باخر في حفلات اللايف والافراح وكده، بتاخدي على الاقل من 6-8 شهور لسنة. قبل ما خلصنا السنة دي اللي هو وصلنا فيها للناس وبقينا موجودين بشكل كويس، حصل أحداث ثورة في 2011، فطبعا كلنا توقفنا عن العمل في كل حاجة. وبعدين احنا، انت عارفة ان احنا الفن سلعة ترفيهية مش سلعة أساسية، يعني مش أكل ومش شرب ومش علاج ومش لبس، فلازم بتتوقفي تشوفي ايه اللي بيحصل حواليكي، من خلال ده بتعرفي انت رايحه فين او هتعملي ايه. ففضلنا كده لغايه تقريبا 2012 بعد انتخابات الرئاسه. انت كنت بتحجز مثلا وقفت ولا لا؟ ما كناش لسه بدانا، اصل احنا قعدنا سنه يا دوبك، انت لسه نازل لك البوم بقاله سنه، بتشوفي الفيدباك عامل ازاي وايه الحاجات اللي عجبت الناس عشان تعرفي من بعدها ايه التوجه بتاعك اللي جاي. فعبال ما حصل ده وابتدينا نعرف ايه الحاجات اللي وصلت للناس وبسطوا منها، والحاجات اللي قالوا عليها كومنتات مختلفه والحاجات دي كلها، كان عدى حوالي سنه بعد يعني، والسنه دي لسه ما اتقفلتش، كان قامت الثوره. فاستنينا بقى. فطبعا عملنا هولد على كل حاجه. تمام. اللي هو احنا مش عارفين نبدا، يعني كنا عايزين مثلا نعمل سنجلايه، نعمل مش عارف ايه، كان في عروض سينما، كان في عروض فيديو، كان حاجات كده، فما توقفنا عن كل حاجه. بس بدانا في 2012 يعني نتحسس الطريق كده. الاول كنا بنفكر في سنجلايه بس، ان احنا نعمل سنجلايه في 2012 تنزل بعد انتخابات الرئاسه او حاجه. واحنا بندور على السنجلايه دي ظهر في سكتنا 3 أغاني مره واحده. فقررنا ان احنا نبدا في الالبوم، وقلنا يعني رزقنا على الله يعني. بس والحمد لله ربنا رزقنا بافكار كويسه وبدانا نعد في الالبوم. انتهينا منه تقريبا يعني في شهر 6 أو 7 اللي فات، بس طبعا نتيجه برضو الاحداث السياسيه اللي حصلت وكده، و30/6 ويعني والاحداث اللي تعاقبت بعد 30/6 تسلم ايدك. فكل ده خلانا ان احنا نستنى شويه لغايه ما لقينا الجو شبه مهيأ اللي بيحصل، فغامرنا وتوكلنا على الله ونزلنا، والحمد لله رب العالمين ردود الافعال مرضيه جدا لغايه دلوقتي. يعني التوقيت نفسه بقى كان مناسب، ولا انت مثلا كنت تفضل ان الصيف احسن؟ يعني ليس بالامكان احسن من مكان، ليه؟ عشان حاجتين. اول حاجه انت عامله مزيكا، المزيكا زي اللبس دلوقتي. يعني انت لو استنيتي عليها شهر او شهرين بيظهر اصوات جديده، فمحتاجه تعملي ابديت للاغاني اللي عندك. فمش معقول هنمسك 11 اغنيه نعمل لهم ابديت في التوزيع وفي كل حاجه. فاحساسنا احنا كناس تشتغلوا في المنتج نفسه، بنبقى بيحصل لنا احباط وبنحس ان الشغل قدم، فبنبقى بننزل الشغل من غير ثقه لما يعدي عليه وقت طويل مجهول. فاحنا لما لقينا الدنيا ابتدت شويه، الناس حالتها النفسيه تبتدي تتصلح، قلنا نساعدهم اكتر وننزلهم اغاني فانتزي تخليهم مبسوطين شويه. بس والحمد لله تقريبا نجحنا في ده الحمد لله. صورت اغنيه سواد يا بالنسبه لمشروع التصوير ده، احنا مصورين، انا مصور 5 أغاني بنفس الطريقه، احنا مصورينهم يعني اكسكلوسيف لليوتيوب بتاعت فري ميوزك، يعني مش ده الكليب المين اللي احنا المفروض بنذيعه في القنوات، هو اتذاع في مزيكا، بس اتذاع في مزيكا عشان عجب الناس فابتدى يحصل عليه ريكويست، ف يعني حصل اهداء لمزيكا بس عشان هم حبايبنا يعني. لكن هو اصلا احنا عاملين البروجكت ده مش للقنوات خالص، لان اكيد لو عاملينه للقنوات هيبقى بروجكت اكبر من كده بكتير، هيبقى زي اللي فاتوا على الاقل، يعني زي غمازات والعو والشحن فصل كده. لكن ده انا طالع لوحدي، يمكن حتى الشوطات اللي متاخده البيلي دانسر جوه الكليب كانت حاجه كده، يعني ايه، عشان يعني فكره تجاريه، فكره المنتج فكره تجاريه من عنده يعني، بس مش اكتر يعني. طيب وبقيه الكليبات اللي انت مصورها واخده نفس الفكره برضو؟ هو نفس الطريقه، انا واقف بغني قدام المايك عشان يعني احنا كريتنا فكره، يعني حاولنا نبتكر فكره لليوتيوب تشانل بتاعت الشركه، كل الناس بتنزل الاغاني انت عارفه بصور فوتوغرافيا او كاتبين كلام او حاجات كده، فاحنا حاولنا نبتكر شويه، تبقى المطرب قدامك صوت وصوره، يعني لما بيكون حد بيحبك ويشوفك صوت وصوره اكيد الموضوع بيبقى افضل يعني. طب الاغنيه بقى اللي انت بتفكر انك تصورها وتتذاع فعلا على القنوات، يعني دي انت فكرت فيها ولا لسه؟ هو بصي، عشان بس نبقى واقعيين، انا الحاجات دي بيبقى القرار فيها مش ليا في المقام الاول. تمام. بيبقى القرار لاستاذ نصر محروس في المقام الاول والاخير طبعا يعني. ممكن بنتشاور مع بعض او بناخد راي بعض يعني من خلال ان انا اللي في الشارع. تمام. انا اللي بشوف الناس وبعرف ارائهم من الشارع يعني. وبعدين انا بقابل ناس في افراح وفي حفلات وكده، فبعرف من خلال ردود افعالهم على الغنوه وانا بغنيها، بعرف هل دي المهم الاغنيه المهمه اللي انا اعمل ستريس عليها او لا. بس طيب اسم الالبوم يا بسوسو
ده بعد العرض فالناس كلها رمت الافيهات ان اسمه كاتشي قوي مرتبطه. بص انت عشان تلفت نظر الناس في الفتره الحاليه يعني، وخصوصا ان انت يعني نظر الناس موجه لحاجات تانية خالص غير الانترتينمنت او غير الترفيه او غير الفن، فعشان تلفت نظرهم وتشد انتباههم بشكل كبير لازم تعمل اسم صادم شويه. فمن هنا جت فكره يا واد يا سوسو بعد العو. احنا مش بنعمل سلسله افهات يعني، بس هو الفكره هي الفكره رزق والفكره نصيب. فعلى فكره غنوه يا سوسو طلعت بعد ما الالبوم خلص اساسا، انتهينا من اعداد الالبوم خالص وعملنا الماسترنج كمان وخلاص الالبوم متقفل. كان هيبقى كله ايده فوق، بس طلعت فكره يا سوسو لانها فنيا وتجاريا لا مش هبطل زن، نزلناها سنجل بس يعني احنا ضمناها للالبوم بس هي كانت سنجل، كنا يعني عاملينها سنجل لوحدها فعشان نبقى متواجدين شويه بشكل كبير. فكان الالبوم اساسا ما كانش هيبقى واد يا سوسو، فحصل جت فكره يا واد يا سوسو دي، وفكره كويسه فنيا وتجاريا يعني اسم الغنوه يا واد يا سوسو مديها يعني مديها النكهه التجاريه شويه اللي هو تشد انتباه الناس. بس هو ده تمام. طب خلينا بقى اقول لك قبل فريده واللي بيحصل معانا والمحللين نظريه المؤامره نظريه المؤامره والمحللين السياسيين اللي كل حد يطلع بحاجه لدرجه ان ازيك عامله ايه؟ الحمد لله نورتي الله يسلم بيكي. لدرجه ان الموضوع بقى يعني فوق العادي بقى، لما بتنزل اي بوست عندها كل واحد بيحللها بطريقه اللي هو شايفها. والله وانت حصل معاك ده احد المحللين السياسيين حلل اغنيه واد يا سوسو انها ليها اتجاهات سياسيه، انت كان ردك ايه؟ هو اول حاجه يعني عايزين بس يعني انا عايز حد يعرف لي كلمه محلل سياسي دي بيبقى خريج ايه وبيشتغل ايه، يعني بيصحى الصبح كده بيروح يشتغل ايه؟ دي اول حاجه يعني محلل سياسي ومحلل استراتيجي ومحلل عسكري وخبير امني وخبير مش عارف ايه كل المهن دي، وناشط سياسي برضو وناشط حقوقي وناشط بيمشي على الحيطه والحاجات دي كلها. فانا عايز اعرف بس حد يعرف لي، انا جاهل ما اعرفش، بس حد يعرف لي الناس دي تبقى خريج كليه ايه او بيدرسوا فين او عملوا الدراسات دي او عملوا الحاجات دي فين عشان اقول عليه محلل سياسي. لكن انا مش كل واحد اهبل يقول كلمتين يعني هتعامل معاه من خلال ان هو حد يعني. لا خالص انا ما اعرفش ده يعني ده جاي منين مصدره ايه، يعني واحد بيقول عليا ماسوني ولا واحد بيقول عليا كافر ولا واحد بيقول عليا بعبد الاصنام، طب يعني ده جاب ده منين؟ بس هو ده. فانا ما بحبش اتعامل مع يعني ما بحبش اتعامل مع لا شيء، انا بحب اتعامل مع كيان، اتعامل مع مؤسسه، اتعامل مع حد ذو حيثيه معروفه للمجتمع كله، لكن حد اهبل قاعد في العالم الافتراضي بيكتب فده فضا يعني. بس خدت الموقف ضحكت مثلا؟ طبعا ضحكت جدا يعني اصل انا مش هينفع اخده ابقى راجل اهبل لو خدت على محمل الجد يعني ابقى تافه زيه او سطحي زيه، وانا يعني حشر اللي انا اكون كده. احنا فريق عمل كبير بيرقصه استاذ نصر محروس بنقعد نتشاور مع بعض لما بيبقى فيه فكره، احنا الاول بنختار فكره احنا عايزين نعمل حاجه شكلها عامل ازاي، من خلال الفكره دي بنبتدي نسمع، لما بنسمع وبيتعرض علينا افكار احنا ما بنعملش اغاني تقليديه، يمكن انت عارفه وكل الناس عارفه ده ما بنعملش اغاني تقليديه، لانه لو عملنا اغاني تقليديه هنقف في الصف ونبقى رقم موجود في الصف وخلاص. انا عن نفسي ما بحبش ابقى كده، ونصر محروس عمره ما كان بيحب يبقى كده. فاحنا الاول بندور على افكار، ومن خلال الفكره لما بتبقى تحت ايدينا بنسوقها مكان ما احنا عاوزينه مكان ما احساسنا يودينا، هو دي الطريق اللي احنا بنختار بيها الاغاني. لكن ما بنقعدش كده نقول احنا عايزين اغنيه بتقول كذا كذا، عارفه بنسيب احساسنا يسوقنا ناحيه الفكره، بس هو ده. ورزقنا على الله بقى، احنا بنعمل الفكره وبنقدمها للناس، دي سلعه يعني الناس تحبها الناس ما تحبها، لولا اختلاف الاراء لبرت السلعه يعني. نصر محروس بيتدخل بقى في الاغاني بتاعتك بشكل يعني ده حقه بشكل كبير مثلا؟ اكيد طبعا بيختلف معاك فيها وفي حاجات بتختلف معاك فيها اكيد. ازاي يعني؟ اكيد بس اختلاف ايجابي يعني عارفه يعني بيبقى خلاف مصلحة. اختلاف لا يرتقي لمرحله الخلاف فاهمه؟ يعني بنختلف ايجابيا بنختلف في الصالح، لان هو بحكم خبرته ابقى انا جاحد لو انكرت خبرته وانكرت حجمه وانكرت احساسه كمان. فهو الراجل عنده حس فني كويس وعنده حس تجاري وتسويقي كويس، فلازم انا يعني كواحد يعني بحاول ابقى ذكي او بحاول ابقى بفهم بحاول بقدر الامكان استغل ذكائه واستغل احساسه ده بشكل ايجابي يعني. انت قلت ان بعد الاغنيه والنجاح اللي حققته في العوقه جات لك حاجات فيديو جالك حاجات سينما، بس كان الوقت مش مناسب علشان خاطر الثوره ولا الوقت غير ما كانش مناسب والعروض كانت لا ترد طموحي. طب ودلوقتي في مثلا اتجاهات لنفس الموضوع؟ في عروض بس يعني كلها في اتجاه انا مش بحبه يعني انا مش عايز اطلع المطرب الشعبي التقليدي اللي هو الشكل اللي بقى متعارف عليه في 10 15 سنه الاخرانيين اللي هو المطرب الشعبي بيطلع نار من بقه وبالشقلب وبتاع، مش عايز اعمل دي. فانا عايز اعملها
هم منظور سينمائي كويس يعني. ما يعني زمان استاذ رشدي لما عمل سينما ما عمل يعني كان طالع بيمثل كويس وبيغني في وسط الحاجات وبتاع وطالع بقيمه وطالع يعني ممكن يكون ما عملش بطولات بس طالع بقيمته يعني. طب ايه الدور اللي انت تتمنى انك تعمله او تدخل بيه يعني ايه؟ بص ما عنديش صوره معينه للدور اللي او الشكل اللي عايز اطلع بيه عشان ما بقاش كداب يعني. لان المساله ما بتتحسبش كده وما بتتحسمش كده. انا عايز اطلع يعني بشكل احس وانا باصص على الورق الشكل ده يرضيني انا كده ساتسفايد ان انا اطلع بالشكل ده. وما بنتعلمش وما بنفهمش ناس الدرس واخدانا الدنيا في سكة توها وحيرة وهلس واللي يقدر يضحك عالتاني بيضحك واللي يقدر يكذب عالتاني بيكذب واللي كان حبيبك بكرة مش حبيبك واللي كان معاك أول واحد يسيبك.